مشاهدو قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسن. شوفوا معايا شنو وقع لهذا الشباك الاوتوماتيكي ديال البريد بونك هنا في الحي الحسن. واحد الشفار جاب مع تورنوفيس وحاول على انه يحل هذه العيبة، هذه القصيطة اللي كتخرج الفلوس كيسحب ليه بلا الفلوس كاينين هنا. فدخل داك تورنوفيس هز ديك اللعيبة ومشى هرب. جاءوا رجال الامن، جات الشرطه العلميه والتقنيه، خداو البصمات، داروا الاجراءات اللازمه، وبطبيعه الحال كاينين كاميرات ديال المراقبه هنا. نتمنوا على انهم يكونوا لقاو القبض عليه وشدوه، لانه هادشي اللي دار خطير بزاف. نشوف شنو دار. شوف هاد القاب ديال البريد بونك، جاب طورنوفيس وحل هاد اللعيبه اللي كيسحاب لي غير يلقى الفلوس هنا. شوف معايا شنو واقع. شوف فردوا بالكم الاخوان قبل ما تمشيو لشي كاب باش تيريو الفلوس، ردوا بالكم قبل ما تيريو الفلوس ديالكم. نشوف ديك اللعيبه واش خدامه. شوف هاد الكاسيطه ديال اللي كتخرج الفلوس، واش ما عامراش بشي كولا، واش ما مهزوزاش من شي قنت، لان تبغي تخرج الفلوس ديالك كيوليو حاصلين لك لداخل وتولي في مشكل اكبر. هذا الشفار حاول على انه يسرق هاد القاب ديال البريد بونك، واللي مراقب بكاميرات. جا حل هذيك اللعيبه بالطورنوفيس، كيسحاب ليه بالله غير يلقى الفلوس هنا. شوف معايا، شوف كارثه. دابا حتى الناس كيجيو كيبغيو شي وحدين ما كيردوش البال، كيبغي يخشيو لاكارت ديالهم باش يخرجوا فلوس. هادشي وقع في الحي الحسني. حسب بعض المصادر هادشي وقع قبل العيد. نحاولوا على انهم يشفروا هاد القاب هذا، ولكن ما داو حتى شي حاجه. وعلى حسب ما سمعنا عاوتاني من بعض المصادر الموثوقه بانه مسطي مختل عقلي. واش اللي مسطي كيعرف هاد القاب هذا كيخرج الفلوس؟ واش اللي مختل عقلي كيعرف هذيك الكاسيطه كتخرج الفلوس؟ غير بينو وبينكم، الا كان مسطي مع راسه، اما مع هادشي راه ماشي مسطي. فاللي كيجي يبغي يخرج الفلوس من هنا راه ماشي مسطي، يعني اللي غيجيب مع طورنوفيس وغيهز ديك اللعيبه باش يخرج الفلوس راه ماشي مسطي، راه حنا اللي مسطين. شوف معي، شوف شنو وقع لهاد القاب على المباشر. شوف فرعوه من هنايا بطورنوفيس، هزو ديك اللعيبه كيسحاب ليهم الفلوس غتخرج ليهم من هنا. لكن مع الاسف عمليه السرقه باءت بالفشل. ردوا بالكم الاخوان قبل ما تيروا الفلوس ديالكم، ردوا البال. هذا القاب ديال البريد بونك هنا في الحي الحسني، يعني على حسب ما سمعنا بانه شفار بغى يسرق هذيك الكاسيطه ديال الفلوس، الكاسيطه اللي كتخرج الفلوس. يعني هو ما عارفش بان الفلوس راه ما كاينينش، الفلوس راه كاينين لداخل، هذه غير مجرد كاسيطه كتطلع الفلوس كتخرج لك 200 100 على حساب شنو بغيتي انت. اول حاجه فاش تجيو ردوا بالكم لهنا فين كتخشيو لاكار، ردوا بالكم واش كاينه شي لعيبه فوقها. من بعد شوف مزيان هنايا، شوف واش ما غيبانش لك شي اثار ديال الكولا، ولا واش مسدوده، واش محلوله من شي جهه، عاد باش دخل لاكارت ديالك. وردوا البال هنايا، يعني ها انت هذا الشباك راه نص الصيانه، المرجو اعاده المحاوله لاحقا. بنادم كيجي كيطل هنا وكيبغي يخشي لاكارت، ردوا بالكم الخوت، ردوا بالكم قبل ما يمشي لكم رزقكم وتلصقوها في البنكه. البنكه ما مسؤولاش، يا راه عالمكم داير لكم ان هذا الشباك راه ما خدامش،
وراه كيبان لكم ان راه مفروع من هنا. ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. ما خدامش؟ لا مصفورة. دابا راه حلوه من تما، يبغي يصفروا الفلوس. هادي مال الصباح كانوا خاسرين جوج. لا هذا دا حاولوا يشفروا، هذا راه حلوا بطورنو فيه السماء. زعما غيوصلوا ولا ما يوصلوش؟ ايوا شو قال لك مسطي؟ اللي مسطي كيعرف الفلوس. اللي مسطي كيعرف الفلوس. الصباح جوج هكا كانوا مراشين. لا بغاو يشفروه، بغاو يشفروه. واش اللي مسطي كيعرف الفلوس فين كاين؟ لا لا دار هنا غيحل الفلوس. واش غيتبنى الفلوس هنا؟ والله الا الله يدير شي تساوي ديال الخير. اللي مسطي راه كاع ما كيعرف الفلوس كاينين هنا. اللي مسطي كاع ما غادي يجيب طورنوفيس ويحل هاد الهيبه هادي باش يجبد الفلوس. ردوا بالكم عافاكم، هذا لايف باش تردوا بالكم فاش تبغيو تيري فلوس. ردوا بالكم، وحتى لهنا غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. تبقاو على خير.